كما بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيه تعزيه ومواساه لفخامه الرئيس فرانسوا اولاند رئيس جمهوريه فرنسا الصديقه عرب سمو في عن مبالغ تعازيه ومواساته بضحايا الانفجارات التي وقعت في باريس الليله الماضيه واسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الابرياء مؤكدا سمو ادانته الشديده لمثل هذه الاعمال الارهابيه التي استهدفت ارواح الابرياء الامنين متمنياً سمه للمصابين الشفاء العاجل